السلام عليكم، انا انجينير زهر الرئيس، انا من شركه نيكلاس كومباني، وانا اللي هبقى معاكم ان شاء الله في كورس البيزك برينسيبلز رياكتيف داينج. الكورس ده هيفيدك لو انت جرادويت، لو قدمت او اشتغلت في اي داي هاوس، لو انت لسه ستودنت هيفيدك ان انت هتاخد بروفيشنال ستيب وهتوسع معلوماتك وتزود فرصك في الشغل لما تتخرج ان شاء الله. هنبدأ بالكويك تيرمز زي الموسوريزيشن، البليتشنج، الميتاميزم، الكوندينج، الهانك داينج. التيرمز ديت فاندمنتلز لأي حد بيشتغل في أي داي هاوس. التيرمز دي هتتشرح بالتفصيل في كورسات جاية خاصة بيها إن شاء الله، بس إحنا هنعرف معناها وهنفهمها كويس في الكورس ده إن شاء الله. هنشوف شكل الماشينز، البروتس بتاعت الماشينز عشان ما يبقاش فيه أي ماشين شكلها غريب عليك. هنشوف الداي كلاسز، الثري جروبس، الفروق بين كل واحدة والتانية. هنشوف الفيزز اوف رياكتيف داينج، الثري فيزز، البرومترز اللي بتأثر عليهم، وهنشوف الحاجات دي بالتفصيل لان هو ده الكور بتاع الكورس بتاعنا بتاع رياكتيف داينج. بعد الكورس ده مش هيبقى فيه اي حاجه غريبه عليك في الصباغه، خصوصا في رياكتيف داينج. ثانك يو.